الحوادث الغامضة عادت من جديد لتضرب إيران في الداخل في ظل ظروف صعبة تمر فيها إيران على المستوى وعلى مستوى المفاوضات النووية ومستوى الدبلوماسية مع العالم والولايات المتحدة الأمريكية في المسألة النووية بكل تأكيد. وهذه الحوادث هي جاءت ضد هذا الضابط المهم في الحرس الثوري الإيراني وهو علي كاماني، وكذلك محمد عبدوس، أحد أهم العلماء الموجودين في الداخل الإيراني، الذي جرى بتصريحات رسمية من التلفزيون الرسمي الإيراني بل بالأحرى من الحرس الثوري الإيراني، تحدث عن هذا الرجل علي كاماني تحديدا وأكد بأنه ضابط مهم جدا في الوحدة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، وأن هذا الرجل هو أساسا يعمل في قاعدة الخميني الجوية الفضائية المهمة في الداخل. هذا الرجل وقصته طبعا الرسمية التي جاءت من الحرس الثوري أكدت بأنه كان موجودا في مدينة خمين الموجودة في المحافظة الوسطى أو المحافظة المركزية هنا بهذا الاتجاه، وفي هذه المدينة هو كان يقود سيارته ببساطة من أجل تأدية واجباته أو تأدية مهامه، وتعرض إلى حادث وتوفي مباشرة. وبعد ذلك بأقل من 24 ساعة جاءت الأنباء تتحدث عن هذا الرجل محمد عبدوس، وهو طبعا عالم فضائي وعالم في الفضاء بشكل مباشر، وهذا هو طبعا الرجل هو يعمل كعضو في وزارة الدفاع الإيرانية وليس في الحرس الثوري الإيراني، بل إن هنالك تقارير أخرى أكدت بأن هذا الرجل أساسا هو لديه وهو خبير في مسألة الطائرات المسيرة وتصنيعها، وحتى خبير على مستوى تصنيع الصواريخ البالستية، ومن على مسافة 375 كيلو مترا من مدينة خمين التي تحدثنا عنها، وتحديدا في مدينة سمنان. الرجل يعمل في قاعدة سمنان الجوية أو الفضائية أثناء أيضا تأديته لمهامه ولواجباته بحسب التصريحات الرسمية الإيرانية. هذا الرجل توفي بهذا الشكل. إلى هذه النقطة وإلى هذه المعلومة انتهت القصة الإيرانية حول ما جرى لهذين الشخصين بكل تأكيد. المثير بهذا الأمر بأن كان هنالك تصريحا مباشرا من وزارة الدفاع الإيرانية حول محمد عبدوس مباشرة، وأكدت وزارة الدفاع الإيرانية بهذا الشكل بأن الرجل شهيد، بل أن أيضا وكالة فارس الإيرانية تحدثت ووضعت الضابط في الحرس الثوري الإيراني علي كاماني ومحمد عبدوس كشهيدين. لاحظ، شهيد محمد عبدوس وكذلك شهيد علي كاماني، وبالتالي هذا يثير أمرا مهما للغاية إلى أنه قد نكون هنا أمام قضية أيضا مرتبطة بمسائل الضغط الكبيرة التي يتعرض وتتعرض لها إيران على مستوى الضباط والقيادات في الحرس الثوري الإيراني، وكذلك العلماء في الطائرات المسيرة والمجال الصاروخي، خاصة وأنه منذ 22 من مايو الماضي ونحن أمام عمليات اغتيال وحوادث غامضة مستمرة خلال الثلاثة أسابيع الماضية. كانت الأمور صعبة للغاية. نتحدث هنا في 22 من مايو مما جرى لهذا الرجل وهو نائب قائد الوحدة 840 في فيلق القدس الإيرانية التابع للحرس الثوري الإيراني حسن صياد خدائي، تعرض إلى 5 رصاصات بالأحرى أمام منزله وأختيل مباشرة وهو في سيارته طبعا. وبعد ذلك جاءت طائرة مسيرة لتضرب هذا الرجل وهو المهندس إحسان قدبيقي مباشرة بطائرة مسيرة ضربت إحدى المواقع المهمة في بارجين جنوب شرق طهران مباشرة. قتل هذا الرجل وهو خبير في المجال الصاروخي الإيراني وحتى على مستوى الطائرات المسيرة. وبعدها أيوب انتظاري مباشرة أيضا في 31 من مايو الماضي، الرجل تعرض للتسمم وأيضا توفي بسبب التسمم، ولم يعرف أحدا ما الذي جرى لهذا الرجل، ولكنه واحد من العلماء المهمين في مسائل وفي المجال الصاروخي وتحديدا في صناعة المحركات المهمة الخاصة بالصواريخ الإيرانية وصواريخ الكروز. وبعد ذلك تبين وجاءت قصة أخرى أيضا مباشرة خلال هذا الشهر وتحديدا في 5 يونيو، هذا الرجل وهو طبعا كامران مولابور، الرجل هو أحد الخبراء النوويين في منشأة نطنز، فجأة أعلنوا بأن هذا الرجل تعرض وتوفي بسبب ظروف غامضة للغاية وليس هنالك تفاصيل مما جرى. وبالتالي نحن نلاحظ بأننا أمام عمليات غامضة واغتيال خطيرة جدا تأتي في الداخل الإيراني خلال 3 أسابيع، لم نصل إلى 30 يوما ونحن نتحدث عن كل هذه العمليات التي جاءت بهذا الشكل. كذلك المثير بهذا الأمر أن قدبيكي وكذلك أيوب انتظاري وكذلك مولابور بالإضافة إلى محمد عبدوس الذي نتحدث عنه اليوم، هؤلاء كلهم خريجي جامعة واحدة فقط،
وهي جامعة شريف للتكنولوجيا الموجودة في العاصمة الإيرانية طهران، وهذا ما أثار الكثير من التفاصيل والتساؤلات حول علي هاشمي، وهو أحد أيضا الخبراء النوويين المهمين للغاية، وهو يبلغ من العمر 35 عاما. في يناير الماضي قالوا بأن هذا الرجل تعرض إلى إشعاعات أو ما شابه ذلك في داخل منشأة نطنز وتوفي على إثرها. الآن الكلام والنظر بما أن هذا الرجل أيضا هو كان خريجا من جامعة شريف للتكنولوجيا، وأنه نوعا ما يشبه الشخصيات التي تتعرض لهذه الاختيارات، قد يكون أو تتعرض إلى هذه الحوادث الغامضة، قد يكون أيضا تعرض إلى حادث غامض أو تسمم أو إشعاع بشكل متعمد ولم يكن حادثا عرضيا. وزارة الخارجية الإيرانية كانت حاضرة بعد الإعلان عن هذه العمليات ليلة يوم أمس، وتحدثت بشكل مباشر عن طريق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، وقال الآتي: ردنا على أفعال إسرائيل سيكون في مكانه وليس في دولة ثالثة. هم يتهمون إسرائيل في هذه العملية، وواضح جدا بأن الكلام لن يكون في دولة ثالثة، وبالتالي هذه قد تكون بشرى خير للعراق وللدول الأخرى بأنها لن تستهدف تحت ذريعة استهداف إسرائيل أو مقرات إسرائيلية كما حدث في أربيل. ولكن سرعان ما جاء اسم العراق على اسم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وقال الآتي: نوصي أصدقائنا في العراق بعدم السماح باستغلال حدودهم لاستهداف أمن إيران. وبالتالي الأمور لا تبدو مريحة بكل تأكيد بهذا الاتجاه بالنسبة للعراق، في ظل أن اسم العراق دائما يذكر في هذه القضية. كما تحدثنا، هذه الظروف هي تأتي في ظل مشاكل حقيقية تتعرض لها المفاوضات النووية. رافائيل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت له تصريحات رسمية وواضحة عن ما يجري مع إيران، ويود أن يخلي، وواضح جدا بأنه يريد أن يخلي مسؤولية الوكالة الدولية للطاقة الذرية مما يجري. فهو أكد أن إيران الآن كما تحدثت وكما توعدت قامت بإغلاق وإزالة 27 كاميرا من الكاميرات الموجودة في المنشآت النووية مثل نطنز ومثل فوردو، وعلى هذا الأساس الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تعد ترى شيئا، في ظل أن إيران بدأت بتركيب 3 سلاسل جديدة من سلاسل أجهزة الطرد المركزية المتقدمة من نوعية IR6، وهذا يعني بأننا أمام ما يقارب 500 جهاز من أجهزة الطرد المركزية المهمة للغاية التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. بل إن هنالك تقاريرا أيضا من عدد من الخبراء تتحدث بأن في منشأة نطنز التخصيب وتخصيب اليورانيوم الآن أصبح أعلى من نسبة 60%، أي أنهم اقتربوا أكثر إلى نسبة 90% التي من خلالها ممكن لإيران أن تصنع القنبلة النووية. والجهود الدبلوماسية هي تبحث على منع إيران من الوصول إلى القنبلة النووية بكل تأكيد. كذلك رافائيل غروسي هو وضح قضية مهمة: إذا الأمور استمرت بهذا الشكل بالنسبة للكاميرات وإزالة الكاميرات، فهذا يعني بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني، وإذا استمر هذا الوضع لمدة 4 أسابيع فهذا يعني نهاية الاتفاقية النووية والعودة للاتفاقية النووية والدبلوماسية. بل إنه أيضا حذر أن حتى لو إيران قبل 4 أسابيع مثلا بعد 7 أيام قامت بإعادة تشغيل هذه الكاميرات، ففي الفترة التي غاب فيها وغابت فيها أنظار الوكالة الدولية للطاقة الذرية على هذه المنشآت خلال هذه 7 أيام ستدخل كسؤال لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية: ما الذي فعلته إيران في تلك الفترة تحديدا، وما الذي قامت به؟ هي نفس القصة المرتبطة ب3 مواقع التي وجدت فيها الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزيئات يورانيوم إيران لم تعلن عنها ولم تصرح عنها عندما استكشفتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وعلى أساسها جاء مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ليدين إيران ولنرى كل هذه الأحداث أمامنا. وبالتالي الظروف صعبة وصعبة للغاية، وهذا ما بدأت تستغله إسرائيل بشكل واضح وتحديدا عن طريق رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت، الذي صرح إلى الديلي تيليغراف البريطانية وحث بريطانيا بأن تفعل شيئا من أجل ردع إيران. يجب أن لا يتم التوقف عند الولايات المتحدة الأمريكية والجهود الأخرى القادمة من عدد من الدول، لا بد من بريطانيا أن يكون لها دورا، وهذا ما استنتجته التيليغراف البريطانية من هذه التصريحات. وقالت إسرائيل طلبت من بريطانيا النظر في فرض آلية معرقلة لردع إيران عن الحصول على
قنبلة نووية، بالتالي الظروف تبدو متشنجة للغاية، ولكن في نفس الوقت هنالك نوع من الرغبة في إبقاء الدبلوماسية وإبقاء الجهود الدبلوماسية على طاولة مع إيران. هذا الأمر كان واضحا من الفاينانشال تايمز اليوم بهذا الشكل بتصريحات قادمة من أحد المسؤولين الأمريكيين الذي أكد بأن رفع الكاميرات من المنشآت النووية مثل منشأة ناتانز هو فعلا ضربة موجعة للمفاوضات النووية، ولكنها لن تنتهي. هذه الضربة هي ليست ضربة قاتلة لهذه المفاوضات. كذلك من جهة أخرى فإن الجانب الإيراني أيضا وعن طريق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أيضا فتح الباب للجهود الدبلوماسية مرة أخرى وقال الآتي: إذا تم الانتهاء من الاتفاق في فيينا غدا فإن جميع الإجراءات التي نفذتها إيران يمكن التراجع عنها من الناحية الفنية، وبالتالي الرسالة دعونا نتفق لنعيد الكاميرات ولنسحب أجهزة الطرد المركزية وغيرها من التفاصيل الفنية التي اتفقوا عليها. وقد تكون التصريحات الإيرانية هي مبنية أيضا على أساس الضغط الكبير الذي تتعرض له في الداخل. كما تلاحظون هنا فإننا أمام اليوم الثاني على التوالي عدد من المدن في طهران وكذلك في هذه المدينة وهي كازرون التي ترونها هنالك إضرابا إغلاقا للمحال الإيرانية. بعض المحال الإيرانية بدأت تغلق بسبب تدهور العملة الإيرانية في الداخل، وأن هنالك تظاهرات بدأت تشتعل ورغبة في استمرار هذه التظاهرات بسبب أن الأمور والتجارة أصبحت خاسرة في الداخل الإيراني. وهذه أيضا هي تنطبق على الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن. السؤال الكبير هنا في ظل هذه الظروف التي تجري والتي تحدثنا عنها، فهل هو يريد الضغط على إيران وتصعيد الموقف مع إيران والوصول إلى إيران نووية والدخول في مرحلة ضرب المنشآت النووية أم لا؟ أم المضي إلى الدبلوماسية؟ وقد يكون المضي إلى الدبلوماسية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن في ظل هذه الظروف التي نتحدث عنها قد يكون هو الأفضل بالنسبة له في ظل ضغط كبير جدا قادم من دول كبرى، دول يعتبرها بايدن هي الخطر الأكبر على الولايات المتحدة الأمريكية، بل ليست فقط على الولايات المتحدة الأمريكية بل على العالم بأكمله. نتحدث هنا عن روسيا على سبيل المثال وما يجري معها. فبالنسبة إلى روسيا الآن حتى هذه اللحظة الحرب لم تنتهي. روسيا حتى هذه اللحظة تتقدم بشكل كبير للغاية في دونباس، في إقليم دونباس لوغانسك اقتربوا تماما من عملية تحريرها، لم يتبقى إلا القليل. اقتحموا مدينة مهمة جدا وهي سيفيرودونيتسك، وكذلك أنهم بدأوا يتقدمون بالنسبة لدانييتسك بهذا الاتجاه شيئا فشيئا، يحققون الكثير من الأمور، سيطروا على بحر آزوف الذي نتحدث عنه، سيطروا حتى هذه المنطقة التي ترونها بهذا الاتجاه، وكذلك لكنهم سيطروا على جزيرة صغيرة هنا وهي جزيرة الأفعى، وبدأوا أيضا والباب لا زال مفتوحا للضغط بشكل كبير على أوديسا بهذا الاتجاه، وبالتالي حتى شمال البحر الأسود بهذا الاتجاه قد يكون تحت سيطرتهم. ضغط كبير جدا، الأمور لا تسير كما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هي تركز على هذا التقدم، بل الآن والآن بدأت تركز على خطر قادم من هذه المرة من الصين تجاه تايوان. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية خطر كبير جدا الآن قادم على تايوان في ظل تصعيد في التصريحات هنا كما تلاحظون بهذا الشكل. هذه هي تايوان وهذه هي الصين، وتلاحظون التنين الصيني والحدود الكبيرة والساحل الكبير الذي من الممكن من خلاله أن تضغط وأن تسيطر على تايوان في ظل تصعيد كبير للغاية. هنالك مناورات كبيرة جدا بهذا الاتجاه، مناورات بهذا الاتجاه من قبل الصين وبهذا الاتجاه، وتايوان ترصد ولا تستطيع الرد بأي شكل من الأشكال، في ظل أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا بدأت تحشد في تايوان، بدأت تتهيئ تصريحات كبيرة بين وزيري الدفاع الأمريكي والصيني حول هذه المنطقة تحديدا في محاولة لمنع الصين من السيطرة على تايوان بكل تأكيد. وهنالك أهمية استراتيجية كبيرة للصين إذا ما سيطرت على تايوان يجب أن نفهمها مباشرة، ولماذا هذا التحدي هو التحدي الأخطر الآن على الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى في العالم. وبالتالي إذا ما نظرنا بهذا الاتجاه بالنسبة للصين وأخذنا الأمور من وجهة نظر الصين بشكل مباشر، فسنلاحظ بأن بداية بأن هذا الساحل الكبير الذي ترونه الصين تمتلك هذا الساحل وهو يعتبر عاشر أكبر ساحل على مستوى العالم، نتحدث عن مسافة تصل إلى أكثر من 14,000 كيلومترا بالنسبة لهذا الساحل الكبير، وكذلك أن 50% من
بدل 1.4 مليار إنسان يعيش في الصين هم موجودين في هذه المنطقة، وهنالك مدن مهمة جدا مثل هونغ كونغ، مثل طبعا شنغهاي بهذا الاتجاه، شنزن كذلك أو شنغن بهذا الاتجاه هي موجودة، وبالتالي هنالك مدن مهمة للغاية، وهنالك بحار مهمة مثل البحر الأصفر، بحر الصين الشرقي، وكذلك بحر الصين الجنوبي بهذا الاتجاه، وهذه كلها جزر، آلاف الجزر التي تعتبر نقطة مهمة بالنسبة للصين وللتجارة الصينية ولقوة الصين في هذه المنطقة. فعندما نلقي نظرة مثلا على سبيل المثال إلى هذه المنطقة، هنا طبعا الأرخبيل الياباني، والأرخبيل الياباني عندما نتحدث عنه نتحدث عن أكثر من 6800 جزيرة، نتحدث هنا عن جزر رويكو، نتحدث عن تايوان طبعا، الفلبين بهذا الاتجاه، وهنا بورنيو بهذا الاتجاه، وكذلك سوماترا أيضا في هذه المنطقة، وهنالك منافذ مهمة جدا بالنسبة للصين في هذه المنطقة. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية ومن سوء حظ الصين رغم كل هذه الإمكانية وهذه السواحل وهذه المنطقة المهمة جدا المطلة طبعا على المحيط الهادي وكذلك بحر الفلبين، الولايات المتحدة الأمريكية موجودة بقوة في هذه المنطقة مع حلفائها، وهي تسيطر على كل هذه المنافذ التي ترونها بهذا الاتجاه، وبالتالي هي تسيطر وتغلق المنطقة تماما على الصين، ولديها قدرة كبيرة جدا في عملية الضغط على الصين، وأن هذه سلسلة كما تلاحظون خلقتها الولايات المتحدة الأمريكية منذ فترة لا بأس بها بكل تأكيد، وبالتالي إذا ما أرادت إغلاق الطرق على الصين فستستطيع بسهولة إغلاق هذه المناطق تماما ومحاصرة والضغط على الصين، وهي جزء من السياسة الخارجية الأمريكية المهمة، وبالتالي هنا الأهمية بالنسبة للصين. إذا ما سيطرت على تايوان وتمكنت من تحقيق هذه النتيجة، فبالتالي هي ستفتح الباب لها للوصول إلى المحيط الهادي، وكذلك كسر هذه السلسلة الأمريكية والضغط الأمريكي الذي تتعرض إليه، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية ستفقد هيبة كبيرة جدا وسيطرة كبيرة وضغط كبير على الصين، وبالتالي ندخل في نقطة أخرى، وبالتالي هذه المسائل الآن هي التي تؤرق البيت الأبيض، هي التي تؤرق الرئيس الأمريكي جو بايدن بشكل مباشر، وهو يحاول العمل على منع مثل هذا السيناريو الذي من الممكن أن يعتبر ضربة كبيرة جدا للولايات المتحدة الأمريكية.